في الحلقة السابقة يا حبيبي 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 والله كيف امورك طيب يا عيال الحين بدنا حلقة جديدة اليوم جديد فاحنا قاعدين نصور هنا لانه ممنوع انه اصور فمصور مكان ما في احد الحين احنا في مول اللي فيه محمد نبيل ومشاهير الباقيين الحين راح نحاول انه نحضنهم ولا نسلم عليهم ولا اي شيء فلا تنسوا لايك واشتراك وخلينا نشوف هم وين طيب يا عيال احنا الحين في الترامبولين قاعدين نستنى صبا عشان قاعدين نلعب معاهم بالحقة الدينار الذهبي هذا فنستنى لما يجي احنا قاعدين نعلمهم حركات باركور يلا 1 2 3 روح شوف واحده حلو 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 جيب سله وتدخلها جول تقدر ولا ايوه تقدر والله اللي بيسويه يا مان شوف 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 1 2 3 يا ساتر ما شاء الله عليك والله غلطه واحد شوف الحين حيحاول ينط من هنا ويدخلها بالسله الو يما انا خفت تنزع عليا هلا الحين حينط من فوقي المفروض يما يا والله هلا والله انك واحد الحين صبا وصلوا فنبغى ندور على الدينار الذهبي اللي هو الدينار الذهبي هذا متخبى هنا يعني انا ما ادري كيف اتوقع انه جوا هناك بس ما ادري لما يجي راح نشوف وين وين تتوقع انتم؟ ما ادري ايش السالفه بس اتوقع انه لازم تضرب هذه هناك فهذه يبانا وهذول هنا يرموا شوف كيف التنزيل اجرد السكور زي ما تشوفوا تيم بانا وتيم حق هذول طيب بانا مين توقع يفوز؟ طبعا احنا ان شاء الله يلا يلا ايز 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 الحين خلصنا الاولى ورايحين اللي بعدها يلا سريع طبعا يا كارفور عشان ندور على البازل الاخيره فما ادري وينها خلينا نروح بصراحه ايوه يا جاكس ايش هذا هي بيكون هون لقيتها؟ بعد السرعه لقاها هذا شباب احنا ما اهلا جمالك اعطيني احلى هون كيف حالك؟ اهلا الحمد لله تمام بس انا بصور مقطع الحين ايش حاب الحين فكره المقطع حاول اخذ 30 مشروع 30 يوم ايوه ايش تبغى تقول؟ ايوه بس خليني اصلي لانه في جائزه اوكي؟ شكرا شكرا يلا نسلم عليك يلا يعطيك العافيه يلا كذا نقدر نقول يلا 5 من 25 بلاي تقول يا انت الحلو يا حبيبي طب لا تنقول بنفس اللايك واشتراك وكل شيء لا عليكم عملوا سبسكرايب وكل شيء حبيبي المبروك فوزتي كيف كانت؟ متعبة المبروك شكرا يلا مع السلامة شكرا باي الان اليوم نبغى نسوي نسلم عليه كيف محمد نبيل ان شاء الله كل شيء تمام يعطيه العافيه